وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ونوصيكم بالإقبال على القرآن وتلاوته ليل نهار وتدبره، فإن السلف كانوا إذا جاء رمضان تركوا التدريس في الحديث وغيره وأقبلوا على هذه العبادة في هذا الشهر وأقبلوا على تلاوة القرآن. بارك الله فيكم. فإن العناية به أمر عظيم، بل سمعنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعرض القرآن على جبريل كل عام في رمضان، وفي السنة التي توفي بعدها عرض القرآن على جبريل مرتين. فعرف السلف من هذا مشروعية الاهتمام بتلاوة القرآن، لكن بتدبر، أقرأ بتدبر وتفاهم، نستلهم العقائد منه والأخلاق والتوجيهات ولمن بالواد والوعيد، ويكون لتلاوة آثار عظيمة على نفوسنا وفي حياتنا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب وبهذه السنة النبوية.